الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية. وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. والرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا من كبار تجار العملة بأربع محافظات وبحوزتهم 25 مليون جنيه. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء بالإضافة إلى السيد رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. المزيد في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل من السادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والموارد المائية والري والعدل والمالية والداخلية، بالإضافة إلى السيد رئيس المخابرات العامة والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن أخذا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة. على جانب آخر، اطلع السيد الرئيس على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه سيادته باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكدا سيادته في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل. تلقى الرئيس السيسي أمس اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وشهد الاتصال والتباحث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والصناعي في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها. تلقى وزير الخارجية سامح شكري أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، وتبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، حيث استعرض وزير الخارجية جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة. كما تطرق سامح شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص من كبار تجار العملة بأربع محافظات هي القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، نتيجة لتورطهم بجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي، مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد. وأسفرت التحريات عن ضبط العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصري. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15,935 حالة حتى أمس. أضافت الوزارة في بيانها أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 17,434 حالة، من ضمنهم
15935 متعافيا. كما تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 85 حالة جديدة.